حد قريب مني. ازاي متصورة اني كان ممكن اسيبك؟ ليه ما قلتليش اني كنت قريب قوي؟ انا كنت بقيت في العربية كمان. انا ما عملتش كده عشان اقولك، انا عملت اللي حسيته، وبعدين هو انت اديتيني فرصة عشان اقولك اي حاجة. دي كانت اصعب ليلة عشتها في حياتي. كنت خايف عليكي اوي. بتحبني؟ اوي، بموت فيكي. انا عايش علشان اشوف النظرة الجميلة دي من عينيكي. حسين، احنا هنرجع كرم صح؟ على فكرة انا ممكن بتليفون واحد اكركب لها حياتها كلها، بس اللي ماسكني ان كرم معاها، ما اقدرش اعمل لها حاجة وكرم موجود. ما تخافش يا حبيبي، أنا جنبك، هنرجع كرم ونرجع نعيش تاني مع بعض، أنا وأنت وهو، وأحسن من الأول كمان. إن شاء الله، يا رب. يا رب. لا حاسس إنك مش مرتاحة. أنا؟ أبداً. توقعت ردة فعلك تكون غير هيك. وغير هيك عشو؟ يعني انه راح يكون عندك بيبي. لا ابدا، بس يمكن خايفه شوي، حسيت انه بعد بكير. في اسالك سؤال وتجاوب عليه بصراحه؟ اياد كيفه معك؟ منيح كثير، ما في منه، بحبني وحنون وقلبه طيب. يعني منك زعلانة؟ زعلانة؟ من شو بدي ازعل؟ اني ما خليتك تتجوزي عماد. رجعت شو في؟ لشو هالاسئلة هلا؟ في انك اختي الوحيدة اللي بخاف عليها كثير. صدقني انا منيحة. بعرف، بعرف انك منيحة. عيوني خبروني.